حرصت الحكومة المصرية في العقد الأخير من توفير العديد من المشروعات الإسكانية التي تخدم جميع شرائح المجتمع وتلبي الاحتياجات الخاصة في قطاع الشباب بكل المحافظات. هذا وتسعى الحكومة الجديدة إلى تحويل مصر إلى وجهة للاستثمار العقاري الدولي وتعزيز تسويق العقارات المصرية بالعديد من دول العالم ولا سيما المدن الخضراء ذات الأبنية الخضراء والذكية. التشييد والبناء يعد من القطاعات الاقتصاديه المهمه باعتباره محركا رئيسيا للنمو في مصر على المدى الطويل كما انه يخلق فرصا لقطاعات اخرى داعمه مثل النقل والخدمات الماليه والمصرفيه فضلا عن دوره في توليد الدخل وتوفير فرص العمل ومن هذا المنطلق، يستهدف برنامج الحكومة الجديدة استمرار تنفيذ منظومة التخطيط العمراني عبر تسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال إقامة منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات. وفي إطار تعهد الدولة بتقديم سكن لكل مواطن، ستواصل الجهات المعنية توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان تلبية للاحتياجات المختلفة، خاصة في الريف والحضر. الحكومة أيضاً تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة أن يصل نصيب القطاع الخاص لأكثر من 60% من الاقتصاد المصري. وكما قال مستحدث تسعى الحكومة الجديدة إلى تحويل مصر إلى وجهة استثمارية للاستثمار العقاري الدولي وتعزيز تسويق العقارات المصرية إقليمياً ودولياً مستفيداً من انخفاض سعر العملة. مراقبه الجوده من اهم محاور عمل الحكومه الجديده في مجال التشييد بتفعيل المنظومه الرقابيه على المواصفات والمعايير خاصه تلك المتعلقه بالبيئه وتتوقع مؤسسات دوليه مثل فيتش ان تمتلك مصر بحلول عام 2029 اكبر قطاع للتشييد والبناء في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا